مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نجدد اللقاء بكم مره اخرى مع انطلاقه هذه التحديات وهذه المنافسات ضمن مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه حفظه الله ورعاه. ومع انطلاقه اول هيام هذا المهرجان على ارضيه ميدان الشعب ميدان اللبسه لسباقات الهجن العربيه الاصيله شوطنا 26 الذي اعلنت انطلاقه قبل لحظات قليله، والمخصص الابكار لسن الحقايق لمسافه 4 كيلومترات هي الرحلة الحاضرة والمرافقة لهذه الأسماء الباحثة عن الانتصار وعن الناموس الغالي. نتابع البداية ونرصد المركز الأول النايفة من تتواجد مع مقدمة هذا المسار حمد بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي من يتواجد مع المركز الأول القادم من ميدان الشحانية مع المركز الأول. المركز الثاني وصول شعار الهاشمي ليقدم دغاشة علي بن سلطان بن محمد الهاشمي مع المركز الثاني. أما المركز الثالث تدخلت الظبي في هذه اللحظات ليكون حاضرا شعار بن كردوس سلطان بن طهمية بن كردوس العامري مع المركز الثالث، ولكن ينخطف المركز الثالث في هذه اللحظات من شعار الغفيلي ليقدم الظبي عبد الله بن سعيد بن محمد الغفيلي مع المركز الثالث. اما المركز الرابع من الجانب الاخر قدوم الظبي في هذه اللحظات مع شعار بن كردوس العامري. اما المركز الخامس وصل شعار المري وصل تبوك طالب علي بن حمد الفهيده المري قادم من المملكه بهذا المحفل التراثي ليسجل اسمه بسجلات هذا المهرجان الكبير. المركز السادس من الجانب الاخر وصلت الوجبه جبر بن جاسم بن عيسى الكواري مع المركز السادس ايضا قادم من الشحانية. أما المركز السابع وصلت في هذه اللحظات وصل الطولة راشد بن علي بن راشد المري مع المركز السابع قادم من ميدان الشهيد بهذا التحدي الجميل والمثير مع المركز الثامن. أما المركز التاسع وصلت في هذه اللحظات من حاشة سعيد بن حمدان بن مهير المنصوري مع المركز التاسع. أما المركز العاشر الوصول في هذه اللحظات الجذابة واصلة محمد بن حمد بن محمد ألف هيدا المري مع المركز العاشر. وأختم به النداء الأول لرحلة هذا التحدي لرحلة هذا المسار. هكذا هي النتيجة متابعينا الأعزاء حضورنا الجميل انتصفت المسافة يا ملاك ويا مضمرين ويا متابعين عبر قناة ياس قناة كل الناس. نعود مع الصدارة نعود مع المركز الأول مع صدارة الأولى غير الطولة مع المركز الأول راشد بن علي بن راشد المري من يسيطر على مقدمة هذا المسار الجميل هو يغتر الصدارة بهذا الأداء الجميل والعرض المميز مع المركز الأول القادم من الكويت بهذا التحدي الجميل. المركز الثاني أوصلت الوجبة في هذه التحدي الجميل يدخل شعار جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري مع المركز الثاني. أما المركز الثالث وصل المنصوري ليقدم من حاشة سعيد بن حمدان بن مهير المنصوري مع المركز الثالث. والمركز الرابع وصلت أسماء وصلوها للسلطنة وصل شعار الهاشمي يقدم دقاشة علي بن سلطان بن محمد الهاشمي مع المركز الرابع. والمركز الخامس الوصول والاندفاع في هذه اللحظات من تعميم محمد جمعة بن عامر الكاسبي مع المركز السادس. يا سلام. أما المركز السابع من الجانب الآخر وصول في هذه اللحظات متابعينا الأعزاء اسم آخر قادم بقوة نحو المراكز يكون حاضرا في دائرة الحوار اليرموك واصلة عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني الهاجري واصلة وندى لهذا الشعار. وصلنا الغلاف الجوي الأخير الكيلو الخطير جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات والإبداعات والمهارات والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك روح
الروحيه اللي بتروح. الله الله الله، الوجبه مع الصداره، الوجبه مع القياده، مع شعار الكواري، مع المركز الاول تبوك، مع المركز الثاني، مع شعار طالب بن علي بن حمد الفيدا المري، مع المركز الثاني. اما المنصوري قادم مع من حاشا، مع المركز الثالث سعيد بن حمدان بن مهير المنصوري، مع المركز الثالث. ولكن الكويت مع الانتصار، مع الناموس حتى هذه اللحظات. متابعينا الاعزاء، حضورنا الجميل طوله مع المركز الاول، طوله مع الانتصار. راشد بن علي بن راشد المري حتى هذه اللحظات هو سيد هذا المسار، هو سيد هذا التحدي. الامتار الاخيره يا المري، يا المري انت مع الانتصار. السلامات يا الكويت بهذا الصباح الجميل، أهالي المملكة بهذا الصباح الجميل. طولة مع الانتصار، طولة مع المركز الأول، طولة يا طولة. راشد بن علي بن راشد المري، يا المري سلام المملكة سلام، والسلام يتجه إلى مالك طولة راشد بن علي بن راشد المري على وزن المركز الأول، واختناصي ناموس هذا التحدي. المركز الثاني، الوجه مع المركز الثاني، جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. أما المركز الثالث بن حاشة سعيد بن حمدان بن مهير المنصوري. والمركز الرابع كان وصول متابعينا الأعزاء حملة رقم 46 لهايب مسلم بن طالب المسلم بن سبت الخيل. أما المركز الخامس حاملة الرقم 18 دقاشة علي بن سلطان بن محمد الهاشمي. هكذا هي النتيجة متابعينا الأعزاء، استطاع الطورة بهذا الأداء الجميل والعرض المميز. تذهب السلامات إلى هاي المملكة في الصباح الجميل. راشد بن علي بن راشد المري، التوقيت بن جهيم المري، التوقيت الزمني 6:11، 6 أجزاء من الثانية توقيت الطولة. والمملوكة لراشد بن علي بن راشد بن جهيم المري، والسلام المملكة سلام. المركز الثاني كان وصول الوجبة جبر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، والتوقيت الزمني 6:11، 8 أجزاء من الثانية، جزء من الثانية. توقيت الوجبة جبر بن جاسم بن ربيعة الكواري من حاشم مع المركز الثاني مع شعار المنصوري، والتوقيت الزمني 6 دقائق بلا شك 12 ثانية. وفاء وكمالا توقيت من حاشم سعيد بن حمدان بن مهير المنصوري. تاو ناموس، تاو ناموس جميع الفائزين. عاد الوفي